إذا يعني تكتم شديد كما أفاد ضيفنا قبل قليل، وأيضا حديث عن حكومة في أي ملف من الملفات التي ذكرتها قبل قليل سيندرج ذلك؟ لا لا، مسألة الحكومة ما تزال بعيدة. نحن نتحدث اليوم عن التوقيع على مسودة أو ورقة نهائية، دعنا نقول على صيغة نهائية لوقف شامل ودائم لإطلاق النار. هذا بحد ذاته سيكون إنجاز مهم حين يوقع عليه الحوثيون، لأنه سيترتب عليه الانتقال إلى الملفات الأخرى، وهو الملف الاقتصادي والملف الإنساني. أما مسألة التسوية النهائية فهذه بعد أن توجد حلول جزئية أو كلية للملف الاقتصادي والإنساني، وبعد تجاوزها يمكن الانتقال إلى المباحثات السياسية للوضع النهائي، وهذا ما يزال بعيدا، خاصة ونحن نرى المناورات الحوثية. يعني ما نزال نسمع الطائرات المسيرة تقصف هنا وهناك وتضرب هنا وهناك من باب إيصال الرسائل إلى الأطراف التي تراهن على السلام في المجتمع الإقليمي والدولي والحكومة الشرعية. فيبدو أن الخطوة الأولى والمهمة وعتبة الولوج إلى السلام هي توقيع وقف دائم لإطلاق النار. كم وقعت الميليشيا الحوثية على أوراق وعلى التزامات، وهل التزمت بذلك؟ طبعا الآن عندما نتحدث اليوم عن توقيعها، توقيعها أفضل من عدم توقيعها، لكننا نتحدث اليوم عن التزام ستوقع عليه في ظل وجود حشد إقليمي ودولي، وفي ظل تقارب سعودي إيراني. نعم. يملي على هذه الميليشيات أن تلتزم. هناك التزامات ثنائية بين إيران والسعودية. نعم. من ضمن هذه الالتزامات هي الالتزامات الحوثية في اليمن، والتي لابد أن تكون استحقاق فوري من أجل الانتقال إلى ملفات أخرى حتى لا تظل الأمور مراوحة في مكانها.